أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست، ميليشيا الحوثي تحتجز أكاديميين كانوا في طريقهم إلى عدن لاستلام رواتبهم. من عدن تايم، جنود في عدن يتدربون على حفظ أمن الحديدة بعد التحرير. ومن القدس وفي جولتنا الرياضية، حمى كأس العالم تحول دعاة تونس إلى محللين رياضيين. أهلا بكم. في البداية أوقفت رواتبهم، وعندما أرادوا أن يسافروا إلى العاصمة المؤقتة عدن لاستلام رواتبهم تم اعتقالهم. ووفقا للموقع بوست، ميليشيا الحوثي تحتجز 5 أكاديميين كانوا بطريقهم إلى عدن لاستلام رواتبهم. قال الموقع إن ميليشيات الحوثي احتجزت أكاديميين في العاصمة صنعاء كانوا في طريقهم إلى العاصمة المؤقتة عدن لاستلام رواتبهم. وقالت مصادر حقوقية للموقع بوست إن ميليشيا الحوثي احتجزت 5 أكاديميين وشخص سادس في نقطة يسلح بصنعاء يوم 19 من يونيو الجاري، بينما كانوا في طريقهم إلى عدن لاستلام رواتبهم، ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل حول مكان احتجازهم. يضيف الموقع، تمارس ميليشيات الحوثي انتهاكاتها بحق اليمنيين سواء مواطنين أو أكاديميين منذ انقلابها على السلطة واجتياحها للعاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر 2014. يتابع الموقع بوست، يعيش موظفو الدولة وضعا بائسا جراء انقطاع رواتبهم منذ قرابة العامين بسبب انقلاب الميليشيا ونهبها لخزينة الدولة وتحويلها إلى مجهود حربي تمول جماعتها. يتحدث موقع عدن تايم عن وجهة جديدة للنازحين من الحديدة، حيث أصبحوا يختارون مكانا يعتقدون أنه أفضل. وعنوان الموقع، نزوح عشرات الأسر من الحديدة إلى المخا. قال الموقع، وصلت عشرات الأسر النازحة من مدينة الحديدة إلى مدينة المخا المحررة غربية تعز. وأفاد الموقع أنه تم إقامة مخيم لاستقبال الأسر النازحة التي فرت خوفا من استخدامها كدروع بشرية من قبل ميليشيا الحوثي مع بدء عملية توغل القوات المشتركة في مدينة الحديدة عقب إحكامها السيطرة على مطار المدينة. في التقييم النهائي لأوضاع الصحفيين اليمنيين، تؤكد نقابتهم التي طالتها هي الأخرى الإجراءات الحوثية أن حرية الرأي في عهد الجماعة الانقلابية في خطر، فالكثير من سجناء الرأي في دول العالم المختلفة يخرجون ورؤوسهم فوق أجسادهم، أما في سجون الحوثي فلا يخرجون إلا مع شهادة وفاة. هذا مقتطف من مقال كتبه صادق ناشر عن أوضاع الصحفيين في اليمن. بعد خروجه بيومين من سجن استمر لمدة عام، توفي الصحفي اليمني أنور الركن جراء التعذيب الذي تعرض له في سجون جماعة الحوثي بمدينة تعز، التي تشهد قتالا داميا منذ سيطرة الجماعة على السلطة في سبتمبر من العام 2014. سنة كاملة لم تسمح الجماعة لأسرة الصحفي الراحل برؤيته ولا التواصل معه، وعندما شعرت أنه سيفارق الحياة تواصلت مع أسرته لتتسلمه، فيما كان الرجل ينازع الموت، خاصة وأن من رآه لم يصدق أنه ذلك الذي سجن قبل عام. وهو دليل على أن الحوثيين ينكلون بخصومهم من كل الفئات السياسية والقبلية وصولا إلى أصحاب الرأي والكتاب الذين يرفضون سياساتهم. وهكذا فلم يمضي سوى يومين حتى فارق الركن الحياة. كثيرة هي الجرائم التي يرتكبها الحوثيون ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، ونقابة الصحفيين اليمنيين تشكو من انتهاكات متزايدة ضد حرية الصحافة في البلاد، وتشير إلى أنه خلال عام 2017 وحده بلغت هذه الانتهاكات ما يقارب من 300 حالة. طالت صحفيين ومصورين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية ومقار إعلامية، وتنوعت هذه الانتهاكات بين الاختطاف والاعتقال والقتل والملاحقات والتحريض. النقابة رسمت صورة قاتمة لأوضاع الصحفيين في البلاد، حيث تشير إلى أن جماعة الحوثي تورطت بشكل مباشر ب 204 حالات انتهاك، فيما ارتكبت جهات أخرى مرتبطة بها بشكل أو بآخر 54 حالة، إضافة إلى 28 حالة ارتكبت من قبل مجهولين.
إلى موقع سبتمبر نت، والذي عنون بخصوص عدن افتتاح المعسكر التدريبي الخاص بشرطة محافظة الحديدة. قال الموقع إن مدير عام شرطة محافظة الحديدة العميد الركن منير أحمد سليمان افتتح المعسكر التدريبي الخاص بأفراد وضباط شرطة محافظة الحديدة، وذلك في مقر قيادة القوات الخاصة بالصولبان في العاصمة المؤقتة عدن. أضاف الموقع أن فضل باعش قائد قوات الأمن الخاصة رحب باستضافة كافة ضباط وأفراد شرطة الحديدة، مؤكدا الوقوف إلى جانبهم وبذل كل الجهود لإنجاح المعسكر. من جانبه أشاد مدير عام الشرطة بالاهتمام الكبير والملموس بمنتسبي شرطة محافظة الحديدة، مقدرا الترحيب برجال شرطة محافظة الحديدة من قبل زملائهم في القوات الخاصة في العاصمة عدن. تقديس الزعيم تأبيد الاستبداد، تحت هذا العنوان كتب فراس سعد مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي. تستخدم السلطة رجال الدين وفتاوى رجال الدين على السواء لتشريع هيمنتها على كل شيء: الدولة، السلطة، الأمن، المال، المجتمع، الثقافة، حتى أنك تستشف موقف تقديس الهيمنة والاستبداد والاستغلال في بعض كلمات رجال الدين وأتباعهم الموالين لنظام ما. يعود هؤلاء إلى نصوص دينية وممارسات وفتاوى يستندون عليها في مشروع تدين أو أسلمة الحكم الاستبدادي أو تشريعه، انتهاءً للوصول إلى مستوى من اللامعقول البشري بتقديس الظلم والطغيان والاستغلال. تقديس زعيم حزب فتعني تقديس ما يصدر عنه كله بدون تمييز بين خير وشر وصواب وخطأ، وهذا يعني تلقائياً أن أعضاء الحزب سيقدسون الأخطاء لأنها صادرة عن القائد الزعيم الأب، من دون أن يعني هذا أن هذه الأخطاء مقبولة عندهم لو ارتكبها شخص آخر. فالخطأ خطأ والضلال ضلال، لكن أن يصدر الخطأ أو الضلال عن الزعيم الأب فهو ليس خطأ وضلال، لأن الزعيم لا يخطئ ويضل، ولكن نفوسنا المدنسة وعقولنا المخلطة هي التي يتهيأ لها وتذهب بها الظنون. إذن يقبل الشعب أخطاء وضلالات زعيمهم على أنها هبات ومكرمات توضع على الرأس والعين. هذا ما يعمل على ترويجه جهاز كامل من الكذبة والمخادعين والفصاميين الموظفين لدى النظام الاستبدادي، يعملون في وزارات ومؤسسات وإدارات سحب خيرها وأفرغت من محتواها التنموي لتصبح وزارات ومؤسسات للدعاية وغسيل دماغ الشعب، الهدف الأسمى منها تأليه الزعيم الأب القائد المناضل. سلم مطلوب أمني نفسه إلى الشرطة العسكرية بمحافظة تعز على خلفية اتهامه بالضلوع في حادثة اغتيال جنديين في المدينة، وقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين إن المطلوب الأمني سلم نفسه للشرطة العسكرية على خلفية تورطه في قضية اغتيال جنديين بعد يومين على توقيف قائد اللواء 170 دفاع جوي. يتابع الموقع: المتهم بقتل جنديين سلم نفسه للشرطة العسكرية واللجنة المكلفة بإنهاء التوتر بين قوات الحماية الرئاسية واللواء 170 دفاع جوي، كما أن المتهم بالقتل هو مجند في اللواء 170 دفاع جوي. تقول التهمة أنه أقدم على اغتيال الجنديين الشقيقين أحمد وخالد العزي فارع العبسي من أفراد اللواء 5 حماية رئاسية وسط مدينة تعز. وبحسب المكتب الإعلامي لوكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي، فقد قام العقيد عبد العزيز المجيدي قائد اللواء 170 دفاع جوي بإيقاف نفسه في سجن الشرطة العسكرية لمدة يومين حتى وصول المتهم إلى السجن. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب. يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم.
البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد في جولتنا بين أهم ما تناولته الصحف الفرنسية الصادرة اليوم. عنوانات صحيفة لوفيغارو: اليمن ملاح فرنسي عالق في الحديدة. قالت الصحيفة إن الملاح الفرنسي عالق في ميناء الحديدة، المدينة التي تشهد معارك شديدة، حيث اضطر للتوقف بسبب نقص المياه حسب وزارة الخارجية الفرنسية وأسرته، حيث وصل ألان غوما إلى الحديدة على متن مركبه الشراعي في 3 يونيو لإعادة التزود بالوقود والمياه. كريستين غوما المسؤولة عن صفحة الفيسبوك تحمل اسم القارب جيهول 2 وتقدم نفسها بأنها شقيقته، أكدت لوكالة فرانس بريس أن الاتصال الأخير لهم مع الملاح، وهو وكيل تجاري سابق يبلغ من العمر 54 عاما من بيزيه جنوب فرنسا، يعود إلى 3 يونيو. وقالت: أرسل لنا ألين رسالة في 3 يونيو عندما كان في اليمن في ميناء الحديدة، وأكد أنه تزود بالكثير من الماء وعلم أنه في منطقة حرب. تتابع الصحيفة الفرنسية: لم يعطي الملاح الذي يتصل بانتظام مع عائلته منذ مغادرته في أغسطس 2017 أي أخبار، ولا يمكن الوصول إليه على هاتفه المحمول. بعد عبور قناة السويس كان عليه أن ينضم إلى جيبوتي قبل أن يواصل إلى الهند. وقالت شقيقته: لم تكن هناك رياح كافية ولم يكن مخزونه المائي كافيا ليوصلانه إلى جيبوتي. وفي صحيفة لوغوا الفرنسية تقرير عن معركة الحديدة، حيث عنونت الصحيفة: اليمن القوة الموالية للحكومة ترسل تعزيزات إلى الحديدة. أفادت الصحيفة نقلا عن مصادر عسكرية يمنية أن القوات الموالية للحكومة اليمنية أرسلت قوات جديدة إلى منطقة الحديدة بعد يوم من تحرير مطار الحوثيين من هذه المدينة الرئيسية. ووفقا لأحد هذه المصادر لوكالة فرانس بريس، فإن التعزيزات ما زالت تصل، واستعداداتنا للتقدم إلى الميناء وصلت إلى مراحلها الأخيرة. وبحسب المصادر العسكرية نفسها التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن المتمردين الذين انسحبوا إلى الجزء الجنوبي من المدينة أطلقوا قذائف هاون على القوات الموالية للحكومة في المدينة. وفي بيان له في نيويورك قال المبعوث الأممي مارتن جريفيث إن أولويته الآن هي تجنب المزيد من التصعيد العسكري في الحديدة والعودة بسرعة إلى المفاوضات السياسية. وقال دون أن يحدد موعدا أنه سيجتمع قريبا مع الحكومة اليمنية اللاجئة في جنوب البلاد، ويدعمها تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية. وقال: أنا واثق من أنني أستطيع التوصل إلى اتفاق لمنع المزيد من العنف في الحديدة. لماذا يخسر العرب في بطولات كأس العالم؟ يحاول فيصل القاسم الإجابة عن هذا السؤال في مقال نشر في القدس العربي. الأداء العربي الهزيل جدا في كأس العالم ومن قبله في الأولمبياد السابقة يجب أن لا يشكل صدمة لأحد، فما كان بالإمكان أبدع مما كان. فلا يمكن لأي دولة في العالم أن تتطور إلا شموليا، وأعني هنا التقدم الشامل على كل الأصعدة. كيف للرياضة العربية أن تزدهر وترفع رؤوسنا عاليا في المحافل الرياضية الدولية إذا كان كل شيء لدينا متدهورا سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ودينيا؟ لقد أصاب نيكولاس كريستوف المعلق في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كبد الحقيقة عندما قال إن نهضة الصين تتجاوز الميداليات الذهبية. صحيح أن الصين أبهرت العالم بهذه الطفرة الرياضية العظيمة التي أزاحت الولايات المتحدة لتصبح الفائزة بمعظم الميداليات الذهبية، إلا أنه ستكون للصين بصمة أكبر في الفنون والتجارة والعلوم والتعليم. إن نهضة الصين في الأولمبياد ممتدة إلى كافة مناحي الحياة تقريبا. بعبارة أخرى، فإن الريادة لا تأتي في مجال وتتخلف في آخر.
وكم كانت الباحثة والكاتبة في الشؤون العلمية صفات سلامة محقة عندما ربطت بين التفوق الرياضي والتقدم العام لتؤكد على ما ذهب إليه كريستوف. وبعبارة أخرى، فإن الرياضة يمكن أن تكون مرآة المجتمع، فحصاد الدول الفائزة بالعديد من الميداليات في الدورات الأولمبية لم يأتي من فراغ. فالرياضة منظومة متكاملة تشمل قائمة طويلة من الموارد والمعدات والأدوات الرياضية المناسبة والكفاءات والخبرات والتدريب الجاد وجوانب نفسية منها الإصرار والعزيمة والقدرة على التحمل والعمل الجماعي والتعلم والاستفادة من تجارب الآخرين والثقافة الرياضية في المجتمع إلى غير ذلك. ويأتي على رأس قائمة هذه المنظومة التخطيط الجيد والإدارة الفعالة وطبعاً الإرادة السياسية والطموح الوطني. حمى كأس العالم تحول دعاة تونس إلى محللين رياضيين. تقول الصحيفة يبدو أن حمى كأس العالم أصابت رجال الدين في تونس، حيث انخرط عدد من الدعاة الذين عادة ما يبدون آراءهم في الشؤون السياسية والعامة في موجة التحليل الرياضي التي تجتاح تونس هذه الأيام مع مشاركة المنتخب المحلي في مونديال كأس العالم المقام حاليا في روسيا. ودفعت المباراة الأخيرة التي جمعت بين المنتخبين التونسي والإنجليزي وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل واحد عددا كبيرا من الشخصيات العامة في البلاد، بينهم سياسيون واقتصاديون ورجال دين وسواهم، إلى الخروج عن تحفظهم منتقدين المستوى غير المقنع لنسور قرطاج، ويرون أنهم كانوا يستطيعون تحقيق نتيجة أفضل في المباراة سواء بالفوز أو الحفاظ على تعادلهم مع الأسود الثلاثة. وكتب الشيخ بشير بن حسن على صفحته في الموقع فيسبوك خلال متابعته للمباراة: في الشوط الأول لاحظت نقصا في وسط الميدان بالنسبة للفريق الوطني ولاعبونا، عندهم مؤهلات إن شاء الله لا بأس. وأضاف في تدوينة لاحقة: مجرد رأي، مشكلة منتخبنا الوطني مشكلة تموضع وليست المؤهلات ولا اللياقة البدنية، الخطة في الشوط الأول والثاني خطأ. رياضيا، تتساءل شبكة البي بي سي عن الانتكاسة التي حلت بواحدة من أهم منتخبات كرة القدم في العالم، وعنونت صحيفة أو عنونت الشبكة كأس العالم 2018 ما الذي أصاب ميسي؟ كانت صورة ليونيل ميسي يسير مباشرة إلى غرفة خلع الملابس أشعث الرأس بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقتها الأرجنتين على يد كرواتيا بثلاثة أهداف نظيفة مساء الخميس، واحدة من أكثر الصور رمزية في كأس العالم 2018 بروسيا. وكانت تلك المباراة هي الثانية التي يفشل فيها أفضل لاعب في العالم خمس مرات في تسجيل أهداف أو حتى مساعدة فريقه على تحقيق هدف أو الفوز، بل إنه أضاع ركلة جزاء في مباراة فريقه الأولى أمام أيسلندا التي انتهت بالتعادل السلبي. تتابع البي بي سي: عمليا ما زال أمام ميسي فرصة أخرى للظهور في كأس العالم المقبلة 2022، لكن بالنسبة لكثير من النقاد فإن البطولة الحالية ربما تكون فرصته الأخيرة للفوز بلقب هام والعودة إلى الأرجنتين بكأس العالم. ولم يحقق ميسي مع بلاده سوى إنجاز واحد بالحصول على ميدالية ذهبية في أولمبياد بكين عام 2008. إرث قمة سنغافورة الملتبس. تحت هذا العنوان كتب ريتشارد هاس مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد: عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اجتماع القمة القصيرة الذي عقد في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في حالة من الابتهاج الشديد، حتى أن ترامب علق على موقع تويتر فكتب: الآن يستطيع كل إنسان أن يشعر بقدر من الأمان أكثر بكثير من اليوم الذي توليت فيه منصبي. لم يعد هناك تهديد نووي من جانب كوريا الشمالية. وفي وقت لاحق قال للمراسلين: لقد حللت هذه المشكلة، لكن هناك مشكلة واحدة، هي أن كل ما أدعاه ترامب غير صحيح. لا يزال التهديد النووي الذي تفرضه كوريا الشمالية باق على حاله. لم تلتزم كوريا الشمالية إلا بالعمل نحو نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالكامل، ولكن غاب عن الأمر أي تعريف لما قد ينطوي عليه نزع السلاح النووي
أو أي جدول زمني للتنفيذ أو أي إشارة إلى كيفية التحقق من أي إجراءات. ولم تذكر حتى قضايا أخرى متعلقة بالأسلحة النووية بما في ذلك الصواريخ البالستية. وحتى الآن على الأقل لا يرقى الاتفاق مع كوريا الشمالية حتى إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي استنكره ترامب ثم تبرأ منه قبل شهر من مقابلة كيم، لكن هذا لا يعني أن قمة سنغافورة كانت بلا قيمة. نحن أمة من المزارعين والبستانيين ومحبي الزهور، تقول البي بي سي، وتقدر تجارة الزهور المقطوفة في بريطانيا بأكثر من 2 مليار جنيه استرليني سنويا، وتواظب المصورة تسابان على توثيق عمل مزارعي الزهور، وننشر في جولتنا بعضا من صورها كما جاءت في شبكة البي بي سي. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.